السلام عليكم. النهاردة بنصور الفيديو ده من فوق سطح الأستاذ مصطفى المرسي، ودي شكل الأزهار بتاعته. ده أزهار الدراجون فروت، ده قلب أبيض وقلب أحمر. دلوقتي الساعة 12 بالليل، وزي ما حضراتكم عارفين إن الدراجون زهوره بتتفتح يعتبر من بعد المغرب كده لحد الصباح الباكر، الترقيح بيكون في الليل. شايفين حضراتكم شكل الأزهار بتاعته؟ هتلاقوا في الخلفية كده في ثمار، دي كانت المرحلة اللي قبل كده. وده بعد ما اتلقح، ده تاني يوم الصبح. الزهرة لوحدها كده بتقفل لوحدها، هي 12 ساعة بس بتفتح تتلقح وبعد كده تقفل تاني.